انا محمد خطاب فيتنس نيوتريشن سبيشالست خلال مبادره وزاره الشباب والرياضه. هتكلم عن جنرال تيبس للنيوتريشن جنرالي سبيكينج. انا اول حاجه يعني ايه نيوتريشن؟ نيوتريشن يعني نظام صحي سليم تمشي عليه عشان توصل لاهدافك الفيتنس الجول بتاعك، تمام؟ عن طريق نوع جسمك والجول اللي انت عايز توصله، تمام؟ مبدئيا اول حاجه لازم تحطها في اعتباراتك انك تاكل من ساعتين لاربع ساعات، لازم تاخد وجبه، لازم جسمك يستقبل وجبه. الوجبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين سورس. اول حاجه بروتين سورس. تاني حاجه اي مصدر من مصادر الخضار. اهم حاجتين في الوجبه لازم بيبقى البروتين والفيجيتابلز، تمام؟ لازم تشرب من 4 ل 6 لتر ميه في اليوم لو انت بتتمرن. يعني لو انت بتتمرن لازم تاخد من 4 لتر ميه ل 6 لتر ميه، تمام، في اليوم. في حاجه ثانيه لازم عايز اتكلم فيها، في حاجه اسمها فايبرس كاربس وستارشي كاربس. الاثنين يعني الاثنين كاربس، بس الفايبرس كاربس دي زي الخضار والفاكهه والكلام ده كله، في فايبرس اكتر من هو ستارش. انما الستارشي كاربس زي البطاطا، زي الرز والمكرونه والكلام ده كله، كل الكلام ده بيبقى كتره بيبقى وحش جدا على الجسم، تمام؟ يعني الجسم ما بيستقبلهوش بسهوله، فبتحول معانا لحاجه احنا مش عايزينها، تمام؟ احنا عندنا ثلاث عناصر من العناصر الغذائيه لازم يبقى في اليوم بتاعنا: البروتين والكربوهيدرات والفات، تمام؟ طبعا زي ما انا قلت البروتين لازم يبقى في كل وجبه، اي وجبه بناخدها لازم يبقى فيها بروتين، تمام؟ تاني حاجه الفيجيتابلز. الكاربس بقى على حسب الجول بتاعنا، يعني وعلى حسب اهدافنا وعلى حسب جسمنا عامل ازاي. احنا طبعا زي ما احنا عارفين في ثلاث انواع من الاجسام. الفاتس لازم تبقى في ثلاث انواع من الفاتس لازم يبقى يعني بناخدهم بطريقه منتظمه في اليوم وطريقه يعني متساويه في اليوم عشان نقدر يعني الجسم يعني يشتغل بطريقه فيسيولوجيه صحيحه وطريقه ونفس الكلام للمخ. في حاجه اسمها ساتوريتد فاتس اللي هي بتبقى موجوده في البيض وفي اللحمه الحمراء وفي الكلام ده كله. في مونو ان ساتوريتد فاتس اللي هي بتبقى موجوده في الاوليف اويل او زيت الزيتون او اي حاجه ميكست نوتس اللي هي المكسرات والكلام ده كله. في بولي ان ساتوريتد فاتس زي الفيش اويل، زي الاوميجا 3، زي الكلام ده كله لازم يتاخد يعني متوازن على مدار اليوم عشان جسمنا يقدر يعني يستفيد منها كويس.